ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج أعلام الأمة ضيف استثنائي من عدة وجوه، فهو عالم الدين الذي لا يرتدي الزي المتعارف عليه بين علماء الدين، بل يرتدي الملابس العصرية وحليق الذقن دون سائر الدعاة الآخرين، وهو الشاب الذي لا زال في متوسط العمر والمتحدث بعدة لغات إضافة إلى لغته الأم العربية، والمثير للجدل أينما حل من خلال المناظرات والندوات التي يحضرها أو يدعى إليها، وهو من قابل زعماء العالم وكبار قادته الدينيين والسياسيين والقادة والرؤساء وتحدث إليهم. إنه الدكتور صهيب بن الشيخ عباس، أبرز رجالات الفكر الإسلامي في أوروبا. بما أنني جزائري ولدت في مدينة غير جزائرية جدة، هذا دفعني أكثر نحو الشمولية، نحو الإنسانية، نحو النظرة العامة. فبطبعي لا أحب الحدود ولا أحب القيود، ولا نظرتي إنسانية شاملة لكل شيء. صادف مسقط رأسي جدة لأن والدي كان يمثل الحكومة المؤقتة الجزائرية، فلا تنسى أن في ذلك الزمن كانت حرب التحرير، كانت الثورة الجزائرية أو بما يسمى الحرب الجزائرية أو الثورة الجزائرية، وقد كان والدي يمثل الحكومة المؤقتة التي كان مقرها في القاهرة وتونس فيما بعد. وبعد ذلك أصبح أول سفير للجزائر المستقلة، وقد عدنا من المملكة العربية السعودية إلى الجزائر وأنا في سن صغير السن، عدت في السن الثالثة أو الرابعة، بدأت أتلفظ بعض الكلمات التي أقولها باللهجة الشرقية، لكنني كبرت ونشأت وترعرعت في الجزائر العاصمة. ففي مدينة الجزائر العاصمة اكتشفت الدنيا وأحببت الناس وعشقت الحياة وتكونت شخصيتي وشحذت همتي في وسط مشبع بالأفكار الإصلاحية، عودة إلى والدي. والدي من أعضاء البارزين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إذ كان في المكتب الدائم لهذه الجمعية رغم صغر سنه في زمن ابن باديس رحمه الله، ثم في زمن البشير الإبراهيمي رحمهم الله جميعا. يعتز بأصوله الجزائرية اعتزاز الواثق من نفسه، فهو على الرغم من ولادته خارج أراضيها إلا أن ما يجري في دمائه هو الهم الجزائري بكل أفراحه وأتراحه. صحيح أنا من مواليد جدة، وهو بلد مبارك طيب زكي، لكنني جزائري، فدمي جزائري وغضبتي جزائرية وفرحي جزائري وأعصابي جزائرية، فأنا جزائري. علاقتي بالمملكة العربية السعودية علاقة تفضيلية، وربما لبعض الحنين لهذا البلد، فهي كذلك أراضي مقدسة التي المسجد الحرام ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قبل كل شيء الجزائر هي التي كبرت فيها، وهي التي عشت فيها، وهي التي تنفست فيها كما ينبغي، وهي التي، ويقول الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، فهنالك قضيت
مآربي التي تقال والتي لا تقال، قضيتها في الجزائر العاصمة. جاء الدكتور صهيب بن الشيخ من عالم لا يختلف عن عالمه الحالي، فهو ابن بار للبيئة الإسلامية العريقة. نحن من أسرة تقليدية دينية، فنحن أبناء الشيخ الحسين، نسبة إلى الشيخ الحسين مؤسس الزاوية التي تبعد حوالي 40 كيلومتر في الشمال القسنطيني، من قسنطينة نحو الشمال. ورغم انتمائنا للزوايا، فإن والدي وأعمامي كانوا مصلحين، انغمسوا في الإصلاح الاجتماعي والديني ليزاوجوا ما كان يعرف في ذلك الوقت بين الحداثة والأصالة. تربى الدكتور صهيب بن الشيخ بين يدي والده السياسي وعالم الدين، ومنه نال من العلم الكثير، وعلى يديه استوحى الطرق المعرفية الحقة للوصول إلى الحقيقة التي يبتغيها طالب المعرفة والعلوم الدينية الصرفة. أنا أتذكر أنني كنت أدرج في جدول الدراسي هذا اللقاء مع الوالد يوميا، أي بعد الظهر. كنت أجد دائما الفرصة وأقدسها كوقت من أوقات الصلاة، لا بد أنني أجالس الشيخ أتغدى معه ثم أقرأ له ما شاء أن أقرأ. وقد كان من حسن توجيهه ومن تربيته أنني عندما كنت أسأله في شيء من الأشياء، في أمر من الأمور، وقد أصبحت أسئلتي أكثر تدقيق وأكثر تمحص وأكثر بعد تعمق، فكان قبل أن يجيبني يطلب مني أنني أقرأ الكتاب. كنا في المكتبة، أقرأ كتاب للمدرسة الأخرى المخالفة، للمدرسة المغايرة، فأفادني أن آراء الرجال تتغاير، وأننا لا نملك فهما واحدا للإسلام، وإنما هي عبارة عن فهوم متغايرة ومتبادلة ومتناقضة أحيانا. نتيجة لتفوق الدكتور صهيب بن الشيخ في دراسته، فقد اختارت له إدارة المدرسة مجالا علميا آخر ما كان يفكر به. قرر الجهاز الأكاديمي أن يبعث بي إلى الرياضيات بناء على النقاط التي تحصلت عليها في الامتحانات، إلا أنني كنت من هواة الفكر والفلسفة والأدب. أتذكر أنني عشية الامتحان كنت أحفظ المتنبي أو المعلقات، أو أقرأ للغزالي ولي في عوض أنني أراجع للامتحان في الرياضيات أو في الفيزياء. ثم قررت بمساعدة بعض الأساتذة أنني أذهب لدراسة الأدب. كان زملائي التلاميذ يقولون لي: لماذا نزلت أدب؟ هبطت أدب؟ كنت أجيبهم: لا، لم أنزل أدب، بل صعدت إلى الأدب. إذا كانت الفيزياء والرياضيات لتكوين الجهاز، فأنا ذاهب لتكوين مكون الجهاز. إذا كان صاحب الرياضيات أو العلوم طبيب للإنسان ومهندس طبيب للأجسام ومهندس للأشياء والمجسدات، فأنا ذاهب إلى علم لطب الأرواح والنفوس ولهندسة العقول والمجتمعات.
حينما يكون المرء واثقا من قدراته الذاتية والفكرية والتي مردها حسن تربيته وتعليمه، فإنه لا يخشى من أي تيار زائد أو يسود قد يجرفه ويحيد به عن الطريق الذي اختطه بنفسه. وهذا الأمر واجهه الدكتور صهيب بن الشيخ بإرادة صلبة جعلته يصل إلى ما وصل إليه. عندما توجهت إلى الجامعة لأختار لنفسي كلية من الكليات أبدأ بها الدراسة والبحث، صادف هذا مع الموجة التي كنا نسميها الصحوة الإسلامية. فعندما التحقت، عندما أردت قررت أنني ألتحق بكلية الفلسفة، كثير من الأصدقاء والخلان والأصحاب لم يشجعوني على ذلك، وطلبوا مني أن أستشير أحد الشباب الأكبر سناً الذي درس الفلسفة وهو من الاتجاه الإسلامي، عساه، طلبوا مني أن أستشيره، عساه يقنعني بعدم الالتحاق بالفلسفة. أتذكر كنا في مسجد الجامعة، حيث ذهبت للقياه، وجدته جالسا في المسجد وهو مسجد في ذلك الوقت، متربع الحصير يقرأ كتاب الله. فأزعجته، سلمت عليه وقلت له أريد أن أسألك في شيء مهم إذ يتعلق به مستقبلي الفكري وتكوين شخصيتي. علمت أنك أنك درست الفلسفة، فما رأيك أن ألتحق بالفلسفة، دراسة الفلسفة؟ فلم يشجعني، قال لي أنت ترى أنا في بيت من بيوت الله، ومع ذلك أخشى على نفسي الفتنة لو نزلت إلى ديدوش مراد، لأن الجامعة كانت في ديدوش مراد، في الجامعة المركزية وهو أكبر شارع في الجزائر، يخشى على إيمانه من الفتنة في ديدوش مراد. فأنا كنت جريئاً وربما حتى شديد اللهجة في ذلك الوقت، وشبابي يسمح لي أنني أحد من لهجتي، قلت له لا حاجة لي بإيمان ضعيف كإيمانك، إذ الإيمان القوي هو الذي يخدمني. وكنا نتابع في ذلك الوقت مسلسل أمريكي طغى على الدنيا يسمى دالاس، إن كنت تذكره، يسمى دالاس، المسلسل الأمريكي ترجم إلى جميع اللغات. قلت له أنا أبحث عن إيمان أو أكون لنفسي إيمان، لا أخشى أن أذهب إلى دالاس به، لماذا نخشى على إيماننا من الفلسفة؟ لماذا؟ ونحن أبناء الذين ترجموا الفلسفة بما تحويه من تشكيك في الدين، وبما تحويه من إلحاد، وبما تحويه من تساؤلات واستفسارات، لولا قوة الإيمان. فالإيمان هو الإيمان، الإيمان الذي واثق من نفسه، لا يخشى التحدي، لا يخشى البحث، لا يخشى النور، لا يخشى احتكاك الآراء، الاحتكاك بالآراء المخالفة، هذا هو الإيمان. الإيمان ليس قائمة أشياء نؤمن بها، الإيمان قوة، الإيمان حركة، الإيمان شجاعة، هذا هو الإيمان. فتذكرت هذا الخلاف الذي وقع بيني وبين هذا الطالب الذي سبقني إلى كلية الفلسفة، لأنبه على بداية ما يسمى، على أننا كنا في بداية الثمانينات، 81، بداية ما يسمى فيما بعد الصحوة الإسلامية أو الغفوة الإسلامية أو التحجر الفكري. منه صادف كذلك أن فتح في الجزائر العاصمة معهد العلوم الإسلامية، فقلت سأجمع الأمرين معا، سأدرس العلوم الإسلامية لكنني سأتجه فيها في عوض أن أتخصص في أصول الفقه،
أتخصص في أصول الدين، وأصول الدين منطق وفلسفة. وفي الوقت نفسه كنت أدرس بنفسي في الفلسفة، بدأت أقرأ الفلسفات الغربية مترجمة طبعا إلى العربية. وصل ضيفنا الفاضل إلى المرحلة الحرجة التي يصل إليها كل شاب خلال دراسته الجامعية، ألا وهي مرحلة الجدال الذي سيفضي حتما إلى طريق واحد لا غير. كان جدال بيننا في الجامعة بين الفكر الذي أتبناه هو فكر إصلاحي يعتمد على التربية والتعليم ولا يريد أن يسيس الدين، بل يريد أن يغير المجتمع عن طريق الإقناع، عن طريق العقل، عن طريق الفكر النير، لا عن طريق التحزب وعن طريق التكتل وعن طريق خوض غمار السياسة والسياسوية كما يقال الآن. وقد كنت جريئا في مواجهتي لموجة صاعدة نقاط الخلاف. أنني كنت أحب طه حسين وأسلوبه التحريري، وأحب أحمد أمين وتبسيطه للتراث الإسلامي، بينما المعارضية في الفكر كانوا لا يحبون طه حسين باعتباره متغرب، ولا أحمد أمين باعتباره متأثرا بالمستشرقين. كنت أعشق الشعر والأدب والنثر والرجز، بينما كنت أجد في خصومي جفاف وكره للفنون الجميلة. كنت كل ما يتعلق بالجمال كنت أعتبرها هو أحسن تعبير للحساسية الروحية، بينما كان خصومي يعتقدون أن كل ما هو فن هو من الملاهي التي تلهينا عن الإيمان. فهم يعتقدون أن الإنسان يقضي حياته كلها في خدمة دينه، وكنت أعتقد العكس، أن الدين هو الذي يخدم الإنسان حياته كلها، العكس الذي كنت أعتقده. فطبعاً الذي استفدته في الجامعة ليس فقط تحصيل العلوم وإحراز المعارف، بل كذلك استطعت أن أحد لساني وأن أنير فكري. واثقا من نفسه، عارفا تماما إلى أين هو سائر، حينما رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفرنسية، فهدفه كان إصلاحياً وليس منصباً سياسياً. هو لم أختر إلا هذا المجال، فلابد لي من تصحيح الفكرة، هو لأنني ترشحت للرئاسيات في فرنسا، فهذا أثار ضجة في كثير من الأوساط العالم العربي والإسلامي. بينما أنا لست سياسياً أو سياسوياً بمعنى الحزب للكلمة، ولكنني سياسي بمعنى الإغريق للكلمة، أي أهتم بالشأن العام. إذا هو الآن في هذه اللحظة موجود امرأة تعاني أو أرملة أو شيخ، فأنا أشعر أنني مسؤول لأنني أنتمي إلى نفس المجتمع. الاهتمام بالرأي العام سياسة، بوليتيك في المعنى الإغريقي للكلمة. نعم، ترشحت في 2007، ترشحت للرئاسيات في فرنسا. ما الهدف من وراء ذلك؟ هل لأقود المجتمع الفرنسي، القوى الرابعة في العالم أو الخامسة؟ لا، هو لأنني أعطي المثل والقدوة لكل أبناء الجالية الإسلامية والعربية، أننا لنعطيهم الدرس أننا في دولة لا دين لها ولا عرق لها،
فالأقل القليل لتعريف الفرنسي هو الذي يريد أن يشاطر مستقبل الفرنسيين، هذا هو القلة القليلة التي يعرف بها الفرنسي. فالناس في فرنسا المواطنون لا يمنع أننا نفرق بينهم حسب دينهم أو حسب انتماءاتهم الإثنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية. أحلى ذكرياتي هي الأيام التي قضيتها في الجامعة، سواء في المشرق العربي أو في بلجيكا وخصوصا في فرنسا. تكلمت عن المشرق العربي لأنني ذهبت إلى القاهرة لأدرس في الأزهر، لكنني لم أواصل دراستي غرورا مني ربما، أو لأنني صدمت، أو لأنني لم أكن مقتنعا بثقلي ما يدرس هناك. فقررت وأنا في القاهرة أن أنفق ما بقي لي من شباب في معرفة الآخر، الشخص الآخر، والآخر عندي لم يكن الهندي أو الجنوب أو ساكن جنوب إفريقيا أو الأمريكي جنوب أمريكا، الآخر هو الغربي. فقررت أن أذهب إلى الغرب وأدرس هناك لأتعرف عليه، أتعرف على هذه الحضارة وهذه الثقافة التي تغزو بيوتنا عن طريق قنوات التلفزة، عن طريق الجرائد، عن طريق كل القنوات. لماذا نقلد الغرب في كل شيء؟ فأردت أن أذهب إلى الينبوع، فحط بي قارب المغامرة إلى بلجيكا بروكسل. درست هناك سنتين في اليولبي، اليونيفرسيتي ليبر دو بروكسل، يعني الجامعة الحرة لبروكسل. ثم جئت إلى باريس، هذا مفترق الطرق للثقافات والحضارات، إلى السوربون. سجلت دبلوم الدراسات المعمقة في تاريخ الفلسفة، ثم التحقت بالمدرسة التطبيقية العليا للدراسات، ليكول براتيك دي زيتود، حيث نلت هناك شهادة الدكتوراه على يد أساتذة معروفين جدا. أكثر ما يهمني في شهادة الدكتوراه ليس كلمة الدكتوراه، بل المحلفين الذين ناقشوا معي أطروحاتي، فهي أسماء معروفة جدا في الغرب. وعلى جانب من الجامعة، تخريجي الحقيقي كان في المجتمع، حيث تأكدت أن الرجل عندما تتكون شخصيته في بلد عربي ويأتي إلى الغرب ليس له أي عقدة، لا تجاه المسيحية ولا تجاه العلمانية ولا تجاه الحداثة، لأن شخصيته مكونة. فيزداد بالعكس، يزداد فضولا ويريد أن يزوج علمه وأفكاره وثقافته وهويته مع ما يكتشفه يوميا في محيطه، محيطه كشاب، محيطه كطالب، محيطه كمغامر. ليست لنا أملاك وليست لنا أموال في أوروبا، في الغرب، وطبعا في مغامرته العلمية الكبرى وهي الجامعة. شغل ضيفنا الفاضل العديد من المناصب الدينية والمهام المتعلقة بالجالية الإسلامية، وهذا ما عرضه ذات مرة إلى موقف لا زال يتذكره جيدا. قبل أن أكون على رأس المجلس الفكري في مارسيليا، وقبل بكثير
أن أدير المعهد العالي للعلوم الإسلامية في مارسيليا كذلك هو أنني أخذت أو اختطفت من الجامعة بسنة قبل مناقشتي للدكتورة، وكان في سني 33 سنة فقط، سن المسيح، لأكون ممثلا للجالية الإسلامية، ممثلا أو مدافعا للمصالح المعنوية للجالية الإسلامية في مارسيليا، وما يسمى بمفتي مارسيليا، في إطار اتفاقية أو ميثاق شارت وقع ما بين مسجد باريس والمجلس التمثيلي ووزارة الداخلية الفرنسية. وهذه هذا الميثاق أو هذه الاتفاقية تنص على تنصيب أحد الوجوه من متقني اللغتين ومحسني الثقافتين العربية الإسلامية والغربية في المدن الكبرى التي تعرف كثافة من المسلمين. وكان لي الشرف والمخاطرة أن أوضع في مارسيليا، أن أسمى في مارسيليا، عينت في مارسيليا مع سبعة من عدلائي من أمثالي، وقد كانوا شيوخا يكبرونني سنا وربما علما، لكنني كنت أكثرهم طلاقة لسان في الفرنسية، يعني بالمعنى المثقف، بالمعنى الحديث المثقف انتلكتوال بالفرنسية، يعني كنت مزدوج لغتين والثقافتين. شكل الدكتور صهيب بن الشيخ العديد من الصداقات على مستوى محيطه المحلي وكذلك على مستوى العالم، وهو يعتز بتلك الصداقات ويجلها. أنا شخصيا محب للبشر، أحب الناس لأول وهلة، سهل في منح صداقتي، أمنحها لمن يسألها ولمن لا يسألها، ولا أنزعها، بل أترك الآخر ربما قد يغير رأيه في يوم ما ينزع من عني صداقته. ألتمس لصديقي ألف عذر وأؤخر حكمي وأحاول أن أستر عوراته ما استطعت، وإن أخطأ في حقه تغاضيت وسمحت. هذا طبعي، قد يراه البعض ضعفا مني، قد يراه البعض ليونة زائدة عن الحد، ما أنا شخصيا فلست أحمل ذرة عداوة لشخص، قد أكون عدو لغيري لكن غيري ليس عدو لي، فلتشهد وليشهد الجميع أنني مسامح للجميع، ولست حامنا ضغينة ولا أدنى وأصغر وحط حقد أو كره لأحد من الناس. ويستطيع صديقي أن يعتمد علي فيما أستطيع وربما في أكثر مما أستطيع. يعرف عن الدكتور صهيب بن الشيخ أنه مدافع شرس عن المرأة، لأنه يعتبر الأمر كله حق لا بد من الدفاع عنه. قد نشارك من غير قصد في جعل هذا الكائن البشري خصوصية، جعله خاص أو شاذ. مرأة عادي، إنسان عادي، عادي جدا. المرأة هي كالرجل، لهم نفس المكانة ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على الجميع. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
التمييز الوحيد الذي أقوم به هو كفاءة كل واحد منهما. قد يكون المرء الرجل أكفأ من المرأة في حاجات، وقد تفوقه المرأة بكفاءتها في حاجات أخرى. والله لا فرق عندي بين رجل ومرأة في مكانتها الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية. التمييز الوحيد الذي أقوم به مبني على كفاءتهما، فأقلهما كفاءة يبعد عني الواجبات، وأكثرهما كفاءة توكل إليه المهام. والسلام. وهل سرقه العمل عن عائلته وبيته؟ ربما ألوم نفسي في كثير من الأشياء، ومن الأشياء التي ربما قصرت فيها هو أنني قدمت العمل على العائلة، فكنت شغوفا بما أقوم به من عمل اجتماعي فكري ديني حضاري ومحتك بالسياسة طبعا. فزواجي وتكوين عائلة وإنجاب أولاد كان ثانويا أمام هذه المهمة التي وكلت بها والتي قمت بها بكل اندفاع وبكل شغف وبكل نهم. وطبعا الأمور تتغير والتاريخ يمشي، وقد حققت ما يمكن أن والتاريخ سيشهد علي، لكن الأشياء التي لا تعوض هو أن أولادي بدأوا يكبرون واهتمامات وحاجاتهم كبرى، وعدت نحو أولادي، لي ولدان وبنت، عدت نحو أولادي لتفهم نفسيتهم ولتفهم شخصيتهم الآن فقط. الآن عدت نحو أولادي. كون الدكتور صهيب بن الشيخ عائلته بعد أن اختار الزوجة المناسبة التي يجد فيها عالمه الذي يهوى ويرغب. بحثت عن المرأة التي تكون مساندة لا لشخصي ولكن لما أحمله من قناعات ومن أفكار ومبادئ أؤمن بها إيمانا راسخا، ولعلي بالغت في مثالية. ففي يوم ما اقتنعت بنسبية الأمور وبواقعيتها، فالتمست الزواج من بنت تحمد أخلاقها ويحمد نسبها، ولا أقول في خلالها إلا الشيء الحسن، وأنجبت معها أولاد لا زلنا نكتشف في معنى المؤسسة الزوجية إلى يومنا هذا. رغم صغر سنه قياساً للآخرين الذين تبوأوا ما تقلده من مهام، لكن الدكتور صهيب بن الشيخ سعيد جداً لما قدمه وسيقدمه لمجتمعه وأمته. والله أتعبني حمل أمانات ثقيلة ونبيلة، فالشيء الوحيد الذي نجازى فيه هو اللذة التي نلتمسها في هذا العمل. نتلذذ بالمعارك نصراً وانتكاسة،
ومن معركة إلى أخرى، معارك فكرية حضارية. في فرنسا مثلا كنت بين مطرقة وسندان، وكلاهما رهيب. كنت بين العنصرية والإسلاموفوبيا من جهة، وبين جمود وجحود وثقل فكر وغباء لبعض المسلمين، الذي يؤكد الإسلاموفوبيا والذي يبررها بتصريحات شعواء غبية، ولا الإسلاموفوبيا تغذي الراديكالية في جاليتنا، وكلا التطرفين يغذي الآخر، وأنا بين الاثنين. بعد هذه الرحلة الحافلة والطويلة، هل حقق ضيفنا ما كان يصبو إليه؟ لا أعتقد لحظة أنني حققت ما كنت أصبو إليه، فأنا شحيح في وصف المشاريع بالتحقيق. لو عندما أقرأ الكتب التي ألفتها، لم تابني عندما أقرأ هذه الكتب، ينتابني شعور لإكمالها، فكأن كل المشاريع التي قمت بها ينقصها التمام، فأنا غيور على ما قمت به، وأتمنى أن تأتي أجيال أخرى لتبحث فيما قمت به وتحاول إتمامه، خصوصا التأليف. طاف ضيفنا الفاضل الدكتور صهيب بن الشيخ العالم بغربه وشرقه، فما هو رأيه بالسفر؟ بفضل الأسفار المتعددة والمتكررة التي قمت بها، كونت لنفسي رابطة مع بعض المفكرين العالميين، إذ كنا نلتقي حوالي 20 أو 30 باحث وكاتب ومفكر، نلتقي مرة في السنة أو مرة في السنتين، نلتقي في برلين مثلا، ونلتقي في باريس، ونلتقي في مدريد، نلتقي في لندن، من مونغيال إلى حد جاكرتا. لماذا؟ لأن كثير من الباحثين يستدعونهم في نفس المجال الذي يهم اختصاصي، هذا مما وطد علاقتي بكثير من الذين افتخروا بصداقتهم، وهم كثيرون. نال ضيفنا الفاضل العديد من الشهادات والجوائز، لكنه الآن يتذكر أهمها على الإطلاق. أكثر الشهادات التي أفتخر بها هي التي تحصلت عليها في الجامعات، رغم أنني منحت شهادات فخرية كثيرة، ومن هذه منها ما تمنحه جمعيات كبرى، مؤسسات معترف بها، وفي ذلك ما منحه إياي رئيس الجمهورية الفرنسية شيراك، جاك شيراك، وسام تقديري يسمى أوردر دو ميريت، يعني درجة تقديرية، درجة أوفيسي منحت إياها، ولكنني لا أحملها، هو خط أزرق، لكنني لا أحملها أبدا. يقولون المفكرون في هذا البلد الأوسمة لا تطلب، وإذا منحت لا ترفض، وإذا أعطيت لا تلبس. هكذا ديدن وعادة المفكرين في هذا البلد.
للدكتور صهيب بن الشيخ رأيه الحاد والقاطع بالنسبة للإعلام دون أي مواربة أو تجميل. الإعلام بصفة عامة لي نحوه نظرة منتقدة بما في ذلك حصتنا هذه، لأن الاختصار الكثير لا يجعل الشخص المتكلم لا يعطي المتكلم الفرصة ليبلور ويطور أفكاره، فتأتي خفيفة هافتة. أما الفتاوى التي تلقى على أثير الإذاعات وعلى الشاشات هذه كارثة كبرى. الفتوى يعني أنتقد شيئين اثنين، الفتوى خاصة، مسألة خاصة بصاحبها وبوضعه، لا يمكن أن تعمم ويستنتج منها قانون، يستقرأ منها قانون. فما الفائدة من سماع الفتوى والقياس عليها؟ فإننا سنقيس على المقاس عليه، وهذا طبعا لا يجوز القياس على المقاس عليه. ثانيا، الفتوى وكأنما أصبحت إجازة تمحو المسؤولية، لا يكفي الوقت لمعرفة الأسس التي بنيت عليها الفتوى، بما أن الفتوى إذا لم تكن مقنعة، إذا لم تكن يعني بيداغوجية، لا تمحو أبدا مسؤولية المسلم. ولو أفتاك الناس وأفتاك، مسؤوليتك تبقى فردية ولا تزير وازرة وزر أخرى، تبقى شخصية أمام الله وأمام المجتمع. فعدوى الفتاوى وموضة الفتاوى كارثة كبرى أحلت بالمجتمعات الإسلامية. على المفكرين وعلى العلماء أن يدينوا هذا النوع من الموضات. يؤكد ضيفنا على الدوام على مسألة الضمير الإنساني، وله فيه رأي واضح. لابد من العودة إلى الضمائر كأفراد. يوم نلقى الله فرضا، المسؤولية في الإسلام فرضية، والعلاقة حميمة خاصة متواصلة مع الله، مع الخالق، لا وسيط فيها. لابد من العودة إلى هذه البساطة، إلى هذه السهولة، إلى هذا اليسر. ولابد أن نرفض أن هناك تفسير نهائي وحيد للإسلام. ما يملكه الناس جيلا بعد جيل إلا قراءات، إلا رؤى، إلا أفكار، ويأتي جيل يدقذها ليصل بنفسه. على كل جيل أن يفسر الإسلام لنفسه بنفسه، ولا يجوز لجيل أن يفسر الإسلام للأجيال التي تليه. هنا مكمن سر ديمومة الدين وحيوية الإيمان وصرمدية العقيدة. وله أيضا رأيه بكل سياسي أو عالم دين يعلن عن نفسه كقائد لهذه الأمة. على السياسيين أن يبدوا لنا برامج مقنعة دقيقة تنتقد، قابلة للانتقاد، نرشحهم وننتخبها أو لا ننتخبها هذه البرامج. لابد من إزالة كل هالة القداسة، لابد من إزالتها عن السياسيين، فهم بشر وما يملكونه إلا اجتهادات قمينة بالخطأ. أكبر بدعة تأصلت في الإسلام في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الهجري هي هذا الإسلام السياسي أو السياساوي. أما المفكر الحقيقي هو الذي لا يدعوك إلى ذكائه،
بل يدعو الناس إلى ذكائهم، إلى استعمال عقولهم، وإلى التدبر، وإلى إعمال بصيرتهم. المفكر الحقيقي الذي يدعوك أنت إلى ذكائك، ولا يدعوك إلى ذكائه، يدعوك أن تتوصل بنفسك إلى نتائج قد شعرت بها، قد أحسست الوصول إليها. لا يعطيك يعطيك مرة واحدة أفكاره، ويطلب منك تقبلها والتسليم بها من غير نقاش أو بحث. يتحدث ضيفنا الفاضل عن أعماله الأدبية قائلا: أنتجت بعض الأعمال الخفيفة، لكنني أهوى الشعر، الشعر بالعربية والفرنسية، وأنظم الشعر بالعربية وبالفرنسية، الشعر الموزون والمقفى، مع احترامي للقصيدة الطويلة كما تقال، يعني أي أحترم بحرا من بحور الشعر العربي. وللتسوق وزيارة الأسواق عند الدكتور صهيب بن الشيخ رأي خاص به: أنا أتسوق كل يوم تقريبا، لا أحب التسوق، لا أحب الذهاب إلى الأسواق، لي غون سورفاس، السوبر مارشي، الأسواق الحديثة لا أحب الذهاب إليها، لكنني مضطر، شيء عادي. رغم مشاغله الكثيرة، إلا أن الدكتور صهيب بن الشيخ يضع علاقاته الاجتماعية والعائلية في مكانتها اللائقة. علاقتي مع أفراد عائلتي، أقربائي، علاقة الصديق بأصدقائي، فمن لا يحترم كلمتي من أولادي أحرمه مؤقتاً من صداقتي، وهذا يكفيه كعقاب، فهي سياسة الجزرة وليست أبداً مطلقاً سياسة العصا. لا تدخل كثيراً في الحلال والحرام، فلا أريد أن أشدد على أولادي، ولا أريد أن أكبت شخصيتهم وأن أمنع تفتقها، فأريد أن أخطئ في تحليل الحرام خير لي من أخطئ في تحريم الحلال، فالقاعدة في الأشياء الإباحة، فقهاء يعرفون ما أقول.